أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشات الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبدأ ملفنا الأول مع أجهزة السونار في السيطرات المنتشرة في المحافظات العراقية. فمثلا جهاز فحص المركبات في مدخل مدينة سامراء من جهة قضاء الدور في محافظة صلاح الدين يتضمن على إشعاع مسرطن أعلى من الحد المسموح به بحسب تقرير لمديرية البيئة بالفحص، وقد قامت في عام 2019 بإرسال هذا التقرير إلى الجهات المعنية منذ ذلك الوقت، ولم يتم اتخاذ الإجراء اللازم لغاية الآن. دعونا نعرض لكم صور الكتاب والذي يعود تاريخه إلى العام 2019، أي قبل نحو 4 سنوات، والذي تم تداوله من جديد على منصات التواصل الاجتماعي. هذا الكتاب يتحدث عن مسح إشعاعي، وجاء فيه بأنه استنادا إلى الصلاحيات المخولة إلى المركز بموجب القوانين الرقابية، تم إجراء الكشف الموقعي والمسح الإشعاعي على منظومة أكس بي الأم العاملة بتقنية الأشعة السينية والخاصة بفحص المركبات الشخصية والحمل والمنفتحة في المدخل الشرقي لقضاء سامراء من جهة قضاء الدور. هذا من وزارة الصحة البيئة يتحدث هذا الكتاب. هنا يتحدث، وجاء كتاب أيضا بعنوان سر للغاية، بأنه يؤكد بأنه هذا الجهاز الذي يقوم بفحص المركبات في هذا المدخل يتضمن إشعاع أعلى من المسموح به، أعلى من الحد المسموح به عند فحص المركبات، مما يؤثر على سلامة المواطنين بشكل مباشر. هذا الكتاب من وزارة البيئة بتاريخ 2020. نعم، ولكن لم يتم أخذ الإجراءات اللازمة في هذه السيطرة. طبعا يذكر بأن أجهزة السونار هذه دائما ما يشتكي منها سائقو السيارات، ولا سيما عند مداخل المدن وعلى رأسها العاصمة بغداد. فطالما اشتكى المواطنون من سيطرة السونار عند مدخل التاجي شمالي العاصمة لتسببها بازدحامات كبيرة، حتى تصل طوابير السيارات إلى عدة كيلومترات. دعونا نشاهد هذه اللقطات المتداولة للزحام الذي تحدثه سيطرة التاجي، إضافة إلى سوء الطريق هنا كما هو معروف لدى العراقيين، فلنتابع. هذا كله بسبب السونار طاعة صفحة التاج، هذا السايد الرجعة مو دخول بغداد، حتى الرجعة سد. سبب السونار الشؤون. وبالحديث عن معاناة المواطنين من الازدحامات، اشتكى أحدهم في السيطرة، أحد المواطنين اشتكى في فيديو وثقه بكاميرا جواله، اشتكى من الزحام على سيطرة سد الموصل في محافظة نينوى، وقال بأن السيطرة تسبب عرقلة لسيارات الحمل وعدم تنظيمها ل مدخل خاص لهذه السيارات والشاحنات الكبيرة، تسبب بعرقلة السير وغلق الطريق على المواطنين والسيارات الصغيرة. دعونا نتابع هذا المقطع من محافظة نينوى. هاي سيطرة سد الموصل من وراء سد معدل التريلات، يسدوا الطريق كله، يسدونه ولا أحد يحاسبه ولا أحد يحكي معاه. تفضل شوف، اللي يجي هنا على السيطرة لازم قالوا في الساعة بالسيطرة مورا التريلات، ما أعرف لاكو مرور، لاكو أحد يحاسبه، لاكو أحد يحكي معاه، مسادين الطريق كله سادين. تفضل شوف. ومن محافظة البصرة طالب سائقو سيارات الحمل والشاحنات بالسماح لهم بالعبور من جسر خالد في شط العرب بعد قرار من مجلس المحافظة بمنع الشاحنات الكبيرة العبور من فوقه، وطالبوا بوضع حلول بديلة لهم، علما بأن السائقين أكدوا أنه مسموح لهم فقط في الليل من دخول المدينة
وعبور الجسر، فلنتابع هذه اللقطات من البصرة. ناشدي إلى السيد محافظ البصرة أسعد العيداني والسيد قائد شرطة البصرة من سواق سيارات الحمل الثقيل المركبات بما يعرف بالقلابي. يعني حقيقة دائما احنا نقول القرارات لابد أن تكون مدروسة. اليوم لما ما تمنع لك لوري أو تريلة من عبور جسر خالد وبدون أي حلول هنا يعني مشكلة حقيقة. المفروض أنه أكو حلول تكون بديلة لأصحاب المركبات الحمل الثقيل. يعني هو يجي من الشلامجة يمشي تقريبا مسافة ما يقارب 30 كيلو حتى يوصل إلى جسر خالد، يتفاجئ بقرار المنع، منع مجرد أنه يعبر جسر خالد بحجة أنه يدخل على المدينة. هم طبعا كل اليوم كل سواق المركبات اللي موجودين حاليا هم من أبناء شط العرب، هو مجرد يعني يعبر للسريع، يعبر للمقالة حتى يجيب اليوم يجيب رمل ويجيب سبويس إلى الأهالي وإلى هذه المناطق وإلى الشركات الموجودة هنا، وهذا باب رزقهم طبعا. وحول هذا الملف دعونا نقرأ بعض تعليقات الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي. يقول حسين الدليمي يقول حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، واللي فرحان بهذه القرار بهذا القرار يقول بس الفقير يوقع بيها، العامل السائق الخلفة وكل الفئات اللي ما عندها راتب هي راح تتأذى بهذا القرار، الله لا يوفقكم. يقول حسين بابلي قرار فاشل بدون أي تخطيط، هذا تدمير المواطن بهيش حالة، العامل والسائق والخلفة والفيتر والبنشرتشي والحداد والكهربائي بصورة عامة راح يتأذون. إدريس يقول أنا سائق لوري شون أشتغل، يعني ألا هم فاتحين بالليل، لا هم فاتحين بالليل ولا هم فاتحين الصبح. علي يقول غياب القانون والنظام والثقافة أصبح هذا البلد غابة كما يقول علي. معنا اتصال أبو عمر من العاصمة بغداد، أرحب بك معنا أبو عمر. يعني إضافة إلى الازدحامات في السيطرات المنتشرة في عموم المحافظات العراقية وخاصة في بغداد، هناك مخاطر وكما عرضنا في المقطع الأول مخاطر السونار الذي يسبب الإشعاعات، ومنها ما جاء في كتاب وزارة البيئة لأحد السونار السيطرات هذه الأجهزة الموجودة في سيطرة سامراء بأنه يؤدي إلى مستوى إشعاعي أعلى من المسموح به، لماذا لا تتحرك الجهات المختصة لإيقاف إيذاء المواطن؟ مرحبا بك أبو عمر. حياك الله استاذ عمار وتحياتي لقناه الرافدين واستاذ المشاهدين الكرام الاعزاء. اهلا وسهلا استاذ عمر. احنا نعرف العراق يعني من 2003 ولحد الان دخلت كافه الانواع الاجهزه من السونار، هذا اللي كان اللي يعني الحكومه اللي اخذته وكان جهاز فاشل، يعني كشف السيارات المفخخه وكشف السيارات اللي كانت تعبر عدها سلاح، فكانت كل هاي الاجهزه فاشله. يعني هاي اول ما يكون عندنا من زمن الانفجارات ب 2007 و 2008، فهاي كلها اجهزه مجرد انه يعني ياخذون اموال صفقات يعني تجاريه ما بين الاحزاب، واذا كان حبهم للشعب العراقي ولاهم ما ممكن انه هذا القاعد اللي دا يحدث عندنا. يعني الاف يعني مئات السيطرات عندنا ولحد الان المنافذ الحدوديه اللي قاعد تدخل بها المخدرات وقاعد ياخذون الهداوات، هذه الامور انه تفيدهم، لكن بس مصلحه المواطن اللي هي المنافذ من خالد وباقي المنافذ اللي هي التازيه وكل المنافذ اللي تدخل، هاي يعرفون المواطن وسير المواطن انقطع ارزاقهم، هم يعرفون كل يعني الشاحنات اللي تدخل اللي مثل المقالع، هي ناس معروفين عندهم السنويات، عندهم رقم السياره وعندهم صاحب السياره اللي هم نفس السيطرات يعرفون بهاي الاجراءات القانونيه. لكن استاذ عمر احنا نعرف هذا بانه هذا تعمد، يعني تعمد لمعيشه المواطن وذلاله على مود ياخذون هتاوات من الناس باسرع وقت، والا شنو هذا الشعاع اللي هو انه ما معترف به وهو يعني مسبب يعني مسبب لخطوره المواطن مسبب غير بانه لا. يعني نقدر نقول عليه يعني هاي امراض تسبب امراض سرطانيه، يعني هذه كارثة على المواطن، المفروض
الجهات المختصة تتخذ خطوات سريعة لتغيير هذه الأجهزة. هاي المفروض هي المفروض هم يعرفون هي سلطة الأحزاب اللي تحكم العراق، يعني هاي كلها أذية للمواطن. يعني مو بس المواطن، مو بس المواطن يتضرر، حتى الجندي اللي واقف ده يفتش هذا اللي دوامه مثلا يوم كامل أو 12 ساعة أو أيام، هذا هم يتضرر. يعني بالمحصلة المواطن والجندي والضابط هم متضررين من هذا الجهاز. طبعا استاذ عمره كلها متضررة. نعم. يعني عندك بالبصرة يعني الغاز اللي طاير واللي ما تستفاد من عنده، هذا كله تسبب امراض سرطانية لمحافظتنا وناسنا هنا بالبصرة. فهاي الحكومة ما تتخذ اي خطوات يعني من اجل حماية المواطن، ويعني بعيد انه لا يصاب بالمستقبل يعني امراض تصير عنده امراض. هاي احنا مثل ما كان يعني بعض الصفوف يعني اصبحت عندنا امراض بعد يعني كم سنه صارت امراض عندنا سرطانيه بالرمادي وفلوجه والبصره، كل هاي الامور اللي قاعده تصير. فما اتخذ اي خطوات اجرائيه من اجل حمايه المواطن وسلامه المواطن، هاي كلها امور متعمده من اجل تدمير هذا ابناء الشعب. انا اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا. نذهب الى ملف اخر وهو الى الروتين في الدوائر الحكومية، حيث شكى مراجعون في دائرة أحوال الرصافة الواقعة في شارع المغرب بالعاصمة بغداد من سوء التنظيم، والذي تسبب باكتظاظ المراجعين وعرقلة المعاملات خاصة مع لهيب الصيف الحارق في العراق بالتزامن مع مشكلة انطفاء الكهرباء عن الدائرة وعن العراقيين بشكل عام. إليكم الفيديو الذي وثقه أحد المراجعين في دائرة أحوال الرصافة ونشره على فيسبوك، فلنتابع. إلى محافظة ديالى، حيث شكى مواطنون من الفساد الحاصل في ساحة حجز السيارات التابعة لدائرة الجمارك، حيث يتم بيع السيارات المحجوزة لأشخاص معينين كما قالوا دون إعلان رسمي سابق، ودون السماح للمواطنين بالمشاركة في المزاد، علما بأن بعض المواطنين هم من أصحاب السيارات المحجوزة ويرغبون بشراء سياراتهم التي حجزت وعرضت في المزاد. فلنشاهد هذه اللقطات. صباح العصر يندك وترتيب 8 نفرات اللي مسيطره على الجمرك وعلى اللجنه مال المزادات. 8 نفرات موجودين واسمائهم معروفه. معاينه ما يخلون واحد يصور، مخلي لهم محارسه هنا البارحه اجي اشوف السيارات مالتي، سيارات محجوزه اقيمها هنا اشوفهن، ما يخليني. اروح لبغداد يقولوا له ماكو مزاد، هسه هاي جيت من بغداد. البارحه ثلاث مرات رايح اسوي صكوك ما خلوني، وزيدون يبيعون السيارات مالتنا احنا وقاعدين. احنا اولى بهم السيارات. وهاي جماعه الجمارك يقولون ماكو، لا احنا عالدينها وما حد عال اي اعلان، ماكو اعلان. البارحه العصر انتهك واليوم يصير المزاد، ماكو حاجه. وين الدوله؟ وين النزاهه؟ النزاهه من هذا الموضوع وين؟ النزاهه نزاهه دياله، وين الموضوع؟ حتى نزاهه بغداد لازم تجي، لان هذول ناس حراميه حط فلوس واشتري سياره الماء يطمع بيعوله. حاج خليك هنا يطلق السكوك، حط السكوك هنا والعائل السيارات موجوده وما حد يقيم. اي العائل السيارات ونطب، هو مزاد علني للدوله، ايراد للدوله، هذا ايراد للدوله، نط السكوك هنا ونطب على السياره. اي مرتبين من جوا حاطين 8 نفرات هم ياخذون. بايعينه هاي سكوكنا ما يقبل ياخذوها، هاي سكوكنا شنو؟ احد ملايين وين؟ في محافظة ذي قار تحدث ناشط من هناك عن بناية تابعة لدائرة صحة المحافظة تتضمن البناية على مستوصف وعدة أقسام أخرى. المبنى وضعه يرثى له جراء الإهمال وعدم ترميمه في الوقت الذي يعد القطاع الصحي من أهم القطاعات الحيوية والخدمية للمواطنين. فلنتابع هذا المقطع من ذي قار. اليوم احنا موجودين بحي اريدو ولفت انظارنا هذا المستوصف، الاهالي شكولنا. طبعا هذا المستوصف باكثر من قسم، يعني حسب هاي القطعه اللي موجوده اكثر من قسم. للاسف الشديد المليارات اللي جاي تهدر الى ذي قار ودائره الصحه ذي قار جاي تعاني.
مثلا يعني انت ابو رئاسة صحة الديقار، ابو المشاريع، هذا المستوصف هو هائل للسقوط. يعني اليوم احنا نشوفه نفس الوقت هسه راح من هنا باو عليا الشارع اعلى من عنده، يعني بيام الامطار يغرق هذا. زين احنا نعرف القطاعات اللي تبس المواطن ما جاي يهتمون بيها وما جاي يهتمون بيها، سواء حكومه مركزيه سواء حكومه محليه. احنا محافظنا هنا ما شاء الله ملتهي بالنافورات، وشيل الرصيف وحط الرصيف والاناره يومين بتعطل. فهاي رساله لمحمد الشاعر السوداني، هذا المستوصف بريده من السبعينات، من السبعينات لحد الان باوع. شوف شوف الارضيه مالته، شوف كذا، حسب قول الناس حتى علاجات ما بي، مجرد شراب. من منطقة السيدية في العاصمة بغداد أضرب أصحاب المولدات عن التجهيل احتجاجا على التسعيرة التي وضعتها الحكومة لسعر الأمبير، وبعد ذهاب المواطنين لمركز شرطة السيدية لتقديم شكوى على أصحاب المولدات تفاجأ المواطنون برد عناصر المركز بالضرب والاعتداء ورمي العيارات النارية بوجه المواطنين واعتقال عدد منهم. دعونا نتابع هذا المقطع من أمام مركز شرطة السيدية. إلى تعليقات العراقيين على فيسبوك حول هذا الملف نقرأ. حيدر يقول: وللعلم توقف سرة من 6:30 الصبح وبالتسعة بعد ما حد يدخل يقول لك قبطت. هذا تقول هو قبل كان أهون، بس هالفترة صار ازدحام لأن بشهر التاسع بعد أي معاملة ما تمشي بدون موحدة. هديل تقول: أويلي يابا، الله يساعد الله يساعدك على هيش ناس ما تخاف ربها، لو مو الشعب عاجبه الوضع ما كان صارت الأمور هيش. تقول هديل: مع الأسف الموظفين بالدوائر الحكومية يتلذذون بأذية الناس. وداد هي الأخرى علقت وقالت: وضع مخزي ومزري للغاية، في حين دائرة المنصور متعاونين جدا مع المواطن والبطاقة الموحدة تخلص بأقل من ساعة. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات أخرى سوف نناقشها معكم، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس
لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد. إلى قضية المشاريع الفاسدة والتي يسعى الكثير من الناشطين في المحافظات العراقية لكشفها رغم تعرضهم للاعتقال والدعاوى الكيدية والتهديد. ناشط من محافظة النجف استغرب من قلع إسفلت أحد الشوارع وبين بأن الشارع القديم كان أفضل بكثير من التبليط الجديد، وشبه عمليات إكساء الشارع بحلوى الشكرلمة كما معروفة في العراق. وعلى حد وصف الناشط دعونا نتابع. رحمة الله وبركاته. هذا طريق من المستشفى ابن بلال إلى منا صاحب الزمان عليه السلام. أمس فلشوا، ماكو واحد من أبناء محافظة النجف ما يفرح بالعمار، لكن كون عمار صحيح حتى ما يعرف اتعلم. شوفوا هذا القلعو نفس موضوع طريق البحداري راح يصير بالكوفة. أمس طريق ميتم التمار، شارع السكة، هذا الشارع الرئيسي فلشوا. شوف السمك، ركز، شبر فوق الشبر. شوف هذا القديم صار له 20 سنة. ركز لي خاف شمس. شوف السمك، هذا القديم. هاي النصيحة نصحناها الطريق البحداري، على رغم احنا مواطنين قلنا لهم لا تقلعوا يا اخواني، لا تقلعوا، فقط اكساء القسات الفوق، قصون وسووا طبقة. هسه ايش راح يسوون؟ قلعوا هذا. اولا سب اسمه الزين، حد ماكو زين ايش راح يسوي؟ صب ماكو، اكيد ماكو صب، خاف والله كلفة. ونفس طريق البحداري نفس المناطق الباقية في النجف يتفلش. يعود الناشط أبو زين العابدين ليتحدث عن أحد المشاريع الحديثة في ناحية العباسية في النجف، حيث أقدمت آليات حكومية على قلع التبليط الذي لم يمر عليه سوى شهرين، لكن جاء ذلك بعدما قام الناشط بنشر فيديوهات عديدة للمشروع الفاسد واعتقل على إثرها مرتين. فلنتابع هذا المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن من ناحية العباسية. قبل أيام صورت هذا الشارع، قلت لكم مروط وممرود، هسه بدوا بقلع الشارع. زين، أول وحدة منا أسعاف، مرا حامل، لجنة أطفائية، ناس موظفين، حالة خطرة، جريء، حوادث، هاي تأخير غير أرزاق العالم. زين، هاي المليارات اللي قاعد تهدر بدون تخطيط يومية، مشروع مثل طريق البحداري والمجسرات وحي الجمعية والميلاد والمناظرة وناحية الحرية، هاي النتائج بدون متابعة واسطات حزبية وواسطات المسؤولين. شوف هاي النتائج يومية، بلط. في مارس الماضي كشفت وزارة التخطيط عن أرقام جديدة مرتفعة لضحايا الحوادث المرورية في عموم العراق، مؤكدة تسجيل أكثر من 11,000 حادث أودت بحياة 3,021 شخصا خلال عام 2022، بارتفاع بلغ 8% مقارنة بعام 2021. وتعتبر مشكلة الحوادث المرورية في العراق من أبرز مسببات الخسائر البشرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، متقدمة في ضحاياها على ضحايا العمليات الإرهابية والعنف بعدة أضعاف بسبب سوء الطرق والشوارع وانعدام الإشارات الدالة والإشارات المرورية. وفي هذا السياق تعرض إعلامي عراقي لحادث سير أدى إلى انقلاب سيارته في طواريج منطقة الرجيبة بمحافظة كربلاء بسبب عدم وضع العلامات المرورية في المشروع الذي تنفذه إحدى شركات المقاولات. دعونا نتابع هذه الصور. هذا الشارع بدون علامات مرورية وسبب لي ضرر، وأنا وبناتي جايين من طريق النجف، أي علامة مرورية ما بي وحافري بهالشكل هذا.
وانقلبت السيارة بسبب انه لا علامة مرورية الا مخلين شيء انه دي عمرون الشارع. وانا راح اسجل شكوى طبعا ضد صاحب المشروع، لان المفروض على اقل تقدير امور السلامة تكون حاضرة. بناتي كانوا وياي طبعا. ها ملوك، الحمد لله على السلامة بابا. خما يرجع شيء. الحمد لله على سلامتهم. من ذي قار تحدث الناشط المدني والإعلامي ناطق الخفاجي عن عملية سيطرة هيئة الاستثمار على الأراضي الحكومية وتحويلها إلى أراضي استثمارية، ومنها تحويل عدد من الأراضي التابعة لدوائر ومصانع حكومية إلى محلات تجارية وبيوت وعقارات استثمارية. يتحدث الناشط بأنه اليوم وصل هذا الزحف إلى محطة قطار الناصرية، فلنتابع. اليوم احنا في مكان محطة القطار محافظة ذي قار أو الناصرية. طبعا هذا مجمع سكني جديد تم احاته من هيئه الاستثمار والبلديه والبلديات والتخطيط العمراني وتنظيم المدير والقيم مقام ومحافظ ذي قار. اليوم احنا تحدثنا مرارا وتكرارا، قلنا يابه جاي يسيطرون على القطاع والاراضي اللي موجوده بالمحافظه. اليوم وصلت مرحله هاي الارض مثل ما تشاهدونها اللي مخططه، اللي هي مؤهله للعمل بعد ما حدلوها، هاي تابعه الى وزاره النقل. يا اخوان اليوم احنا نعرف كل وزارة وكل قطاع إذا أرض تابعة إلى ما يصير تروح إلى وزارة أخرى. هسه هاي مجمع سكني إلى وزارة الداخلية، وهي الأجدر أن تكون إلى وزارة النقل. طبعا بالمناسبة يعني هاي سكة القطار، هاي أرض محرمة. هنا أصحاب المولدات، هسه هنا عندي هذا مولد واحد وهذا مولد ثاني. أهل المولدات تم تهديدهم من قبل قيم مقام، يقول لهم يابا لو شيلون لو نفلشكم. زين انت عندك بديل؟ زين الاهالي اللي جاي تاخذ او تسحب مولد شلون راح يخدمهم المولد اذا شال؟ راح الناس تعاني. الى تفاعل العراقيين حول هذا الملف. نقرا ونبدا مع احمد شهيد، يقول شارع طوله 350 متر ومجرد تبليط، طبقه فوق التبليط القديم بدون حفر ودفن وسباس وحدل، وما دبروها. لا هواية راح يصير اعمار بالنجف في ظل الفاشلين. اكرم الياسري او الفاشلون يقول زين هاي تم تغريم الشركه المنفذه لو اعطوها لمقاول ثاني. يتساءل اكرم. رعد الكعبي يقول مع الاسف السوداني ليس له لجنه خاصه لمتابعه ما يطرح على التواصل الاجتماعي للشركات الفاشله في هدر الاموال ومحاسبتهم وطردهم وعدم تسليمهم أي مشروع في العراق، يكون عبرة لجميع الشركات. حبر العيون الحسناوي يقول طبعا لا حسيب ولا رقيب، والمسؤولين بالوحدات الإدارية ماخذين حقهم ويوسوسون، شلهم علاقة بالشارع واللي يصير به. بس العتب على النواب اللي أكثرهم من منطقة العباسية. معنا اتصال أبو عمر من الناصرية، أرحب بك معنا أبو عمر. لو تحدثنا عن موضوع الحوادث اللي تصير بالشوارع في عموم المحافظات العراقية، يعني بحسب ما كشفته وزارة التخطيط لأرقام عام 2022 11,000 حادث أودى بحياة 3,021 شخص مواطن عراقي بسبب سوء الطرق، بسبب عدم وجود علامات مرورية. ومثل ما شفنا أحد الإعلاميين العراقيين تعرض إلى حادث بسبب عدم وجود علامة مرورية في إحدى الشوارع اللي تم اقتلاع التبليط من عندها، والحمد لله الله سلمهم. ورحب بك معنا أبو عمر من الناصرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك أبو عمر تشرين من الناصرية. يا أهلا بك، حياك الله. طبعا بالنسبه للطرق الخارجيه، نعم، هاي كلها هاي متلكئه، يعني هاي شغلات من شارع متلكئه، هاي هم عمده، نعم، هاي عمده لا 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 رقيب ولا حسيب، زين ولا هم متعمدين هاي الشغلات. نعم. هم ما جاي عمر استاذ عمر، ما جاي. نعم. عمرهم هم جاي يحطمون، تحطيم جاي يحطمون، يا دائما جاي يصير حوادث، يعني دائما جاي يصير حوادث. نعم.
يعني الحوادث مستمرة على الطرق الخارجية زين لولا هاي كله فساد إداري هم يعني هم قاصدين هاي الشغلة يعني الشغلة مقصودة من مقاول من مقاول يطيح هم كلهم ربحهم هاي الميليشيات التعبانة هي هاي جماعتهم هاي عصابات هم جماعتهم ذولا يا ما تبي يموت يا شارع يا شارع يا بناية يا هي مشاريع متلكة هذا عندنا قائم مقام بالناصية هذا فاسد إداريا المحافظ فاسد إداريا زين ولا وجو جاي يجتمعون وياهم سيد عمر جاي يجتمعون وياهم زين ولا يا ما تم بالطرق هم هل العالم هم جايين هون العراق من جدوره الله شاهد والله العظيم الحكومة فاسدة ولا تستحي ولا تخجل وماكو رقابة قالوا لا وكل الاجتماعات كلاوات تربون على العالم زين جاي تربون على العالم ذولا كله كذب اول واحد هو محمد الشاع السوداني قالوا يعني ما قال ماكو رقابه انت سالك ماكو رقابه نعم زين بس هم ذولا متعمدين يعني القاضي دائما يجتمعون اجتماعات والله كهرباء والله البنيه التحتيه يا بنيه التحتيه يا كهرباء تو شبع نظيم نعم الله من الله يستقبل منكم ان شاء الله اشكرك ابو عمر من الناصريه طبعا قبل كم شهر طلع مدير المرور العامه على احدى القنوات التلفزيونيه العراقيه وتحدث بانه تم تحويل مبلغ 450 مليار دينار عراقي فقط هذه يعني واردات المرور لعام 2022 وتم تحويلها الى ميزانيه الدولة يعني مفترض هذه الأموال تعمر شوارع العراق بشكل صحيح وتوضع العلامات المرورية وهذه الحوادث تقل بشكل كبير لكن مع الأسف اللي موجود خلاف ذلك وبحسب الأرقام اللي عرضناها قبل قليل لوزارة التخطيط من مشكلة الجفاف التي تضرب مناطق العراق ولا سيما المناطق الزراعية وثق ناشط من محافظة القادسية الجفاف والتصحر الذي يضرب قرية آل عبد الله في قضاء عفك في المحافظة ويقول بحسب ما نشره على صفحته الشخصية هذا الفرع رقم 3 من نهر الثريمة هذا النهر صار لأكثر من 4 سنوات ما وصل إلى مي هل من مجيب يتساءل لو بس بالانتخابات تذكروهم كل 4 سنوات ويضيف رقم 1 و2 أي الأنهر نفس الحالة يضربها الجفاف بشكل تام فلنتابع هذا رقم 3 منطقة عبد الله أهل الثليث وهذا التصحر وصار له تقريبا 4 سنوات أو أكثر والله ما شايف الماي أبد 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 ولهذا اليوم شكر للحكومة شكرا لحكومة إيران على هذه الحالة وهذا التصحر وهذا حال منطقة ما تكون منطقة هنا هذا زين مصرون كبير مشكورين نشكر الحكومة العراقية على هذه الإنجازات هذا النهر ولدنا نشر على رقم 3 من هناك زين هنا شوفه راح يصير منتزع ان شاء الله انا حال منتزع عفيت مواطن من ناحية العباسية في النجف يشكو من جفاف الأنهر والمشاريع الإروائية التي تغذي مساحات زراعية واسعة مما جعل مساحات كبيرة دون الزراعة حيث اضطر مئات المزارعين لترك مهنتهم الوحيدة بسبب الجفاف دعونا نتابع هذا المقطع من النجف حال العراق قطرة ماي ماكو بالأنهر قطرة ماي ماكو بهاي الإروائيات اللي فلشوا أراضي بيها الزراعية هم ماكو والله مع الأسف حرامات قسما بالله ناس تخابر وتراسل تقول إحنا عايشين على الطماطة على الباذنجان على البانيات نزرع ونبيع بهن على باب الله كتلين العطش ماكو ماي هذا العراق العظيم يوم عودين يهلل مروة أبسط شيل مية بعد شهر واحد تقومون تدقون وتلطمون أو أقل الشهر تدقون وتلطمون يا حسين والحسين مات عطشان ترى إحنا قاطعين الماي على أنفسنا من عدنا وبينا والله مع الأسف والله حرامات يا معودين حتى المية
حتى المية اللي يعيش عليها الإنسان والحيوان، والإنسان يسترزق من وراء المية، ما نريد شلب مخضرات. الناس تريد تعيش على مخضر، تريد تزرع ماكو. هذا حال العراق، شوف بعينك، ماي ماكو. وصلنا لهذا الحد، ما وصيكم بعد 18 لو 20 يوم عن محرم، وطلعوا كلكم بالمواكب الحسينية مواكب الفلاني. من أمور العراق العجيبة انقطاع الماء عن منطقة الشعلة ببغداد بسبب انسداد داخل الأنبوب الناقل للماء من منطقة الدوانم، وبعد فتح الأنبوب كانت المفاجأة وهو العثور على ديك داخل الأنبوب. نعم، العثور على ديك داخل الأنبوب تسبب بقطع المياه، وتساءل المواطنون كيف دخل هذا الديك إلى داخل الأنبوب، وكيف كانت الناس تشرب المياه من مياه الإسالة، وماذا ممكن أن يجدوا غير هذا الديك داخل الأنبوب. فلنتابع. شر البلية ما يضحك. دعونا نتابع تفاعل الجمهور العراقي مع هذا الموضوع. أبو كرم يقول هذا مثل صخرة عبعوب من فاضة بغداد. أما مثنى حسون حسن فيقول شو تريدون بعد أهل بغداد، حتى دولة قامت تدزلكم دجاج بدال الماي. يقول ساخرا. طه ماجد يقول هاي بس بالعراق، تلقى ديج بالبوري واحتمال حديقة حيوانات. أما أحمد رحيم فيقول ياهو يشرب ماي الإسالة، الناس تشتري الماء بفلوس، هو شنو بالبلد مجاني، كل بفلوس. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية، نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول، كل ذلك في برنامج تحت الضوء.
أهلا بكم مع الهاشتاج. هددت تويتر باتخاذ إجراء قانوني ضد تطبيق ثريدز، هذا التطبيق الذي أطلقته الشركة المالكة لفيسبوك ميتا واجتذبت أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه. وقالت وسائل إعلام أمريكية يوم أمس الخميس بأن محامي تويتر بعث برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ يبلغه فيها بهذه الخطوة. وقال المحامي سيبرو في رسالته بأن تويتر يعتزم تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية. واتهم سيبرو شركة ميتا في رسالته بالاستعانة بموظفين سابقين في تويتر مطلعين على أسرار تجارية لتويتر أو لا يزال بإمكانهم الوصول إليها وغيرها من المعلومات السرية للغاية. وتصدر ثريدز الذي أطلق عليه لقب قاتل تويتر التطبيقات المجانية على متجر أب ستور الخاص بشركة أبل في بريطانيا والولايات المتحدة في غضون ذلك. قال إيلون ماسك مالك تويتر ردا على تغريدة نقلت الخبر: لا بأس بالمنافسة لكن الغش ليس كذلك. وتمتلك ميتا كلا من انستغرام وفيسبوك، وتشبه واجهة المستخدم الخاصة بثريدز منصة التدوينات القصيرة تويتر. يشار إلى أن إيلون ماسك اشترى تويتر في صفقة بلغت 44 مليار دولار أمريكي العام الماضي، وتصدر واسم ثريدز المنافس لتويتر تصدر تويتر منذ يوم أمس الخميس على مستوى العالم. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم. علي يقول: تطبيق ثريدز لم يتم إطلاقه في أوروبا بسبب قوانين تتعلق بالخصوصية، حيث يتطلب استخدام التطبيق الوصول لبيانات حساسة كالبيانات الصحية والمالية والموقع وسجل التصفح وجهات الاتصال وغيرها. محمد يقول: معلومة قد تراها غريبة، تطبيق ثريدز تم إطلاقه أول مرة سنة 2019 قبل أن يتم توقيفه سنة 2021 بعد فشله، يقول محمد. واليوم ها هو يعود وبقوة بعدما قام بنسخ بعض مميزات وخصائص تويتر. ثريدز يقول أو زيرا يقول: ثريدز تطبيق إلكتروني جديد مرتبط بالإنستغرام أنشأه مارك. هذا التطبيق يراد له منافسة تويتر الذي يملكه إيلون ماسك. هل هي مجرد منافسة عادية أم تسابق من أجل جمع بيانات المستخدمين التي تستعمل بطريقة ما في الذكاء الاصطناعي؟ خالد الحميد يقول: أتفهم بأن الناس يحبون كل شيء جديد، لكن الضجة حول تطبيق ثريدز غير طبيعية وكأن فيه ميزة. تويتر ما زال الأفضل، يكفي ضخامة بياناته، وعلى قولتهم من ساب قديمة تاه. نذهب إلى أنت ترى، حيث وصلنا عبر خدمة أنت ترى مقطع مصور لطلاب السادس التطبيقي وأولياء الأمور في محافظة بابل يشكون من صعوبة أسئلة مادة الرياضيات. دعونا نتابع. اليوم كلش صعبة كرياضيات، يعني احنا صارنا تقريبا سنة وشوية جاي نقرأ وآخر شيء نلقى هاي الأسئلة وما نقدر نجاوب، يعني هاي ظلم، يعني رسمة ظلم والله العظيم. يعني كل شيء ما جاي نحصل هسه احنا، يعني اذا نتعب هيك على الخالي بلاش ما يحتاج، يعني نروح نبطل ونقعد بالبيت ما ندرس والله العظيم. يعني احنا جاي نقرا ونتعب واهلنا معتمدين علينا ومتاملين بالخير ونطلع معدلات وجامعات بها خير، كل شيء ما كسر من وراء هاي الاسئله. والله احنا هسه حاليا كاخر مرحله، هاي اخر سنه تطبيقي، يعني ناشد وزير التربيه بانه ياخذهم يعني بعين العطف والرحمه طلابنا بالتصليح بغيرين. هاي اخر سنه، بعد ما اخذ قدام شيء، هذا الناشد وزير التربية، الناشد الناس المسؤولين بأنه يأخذون بعين العطف خصوصا طلابنا التطبيقي. هاي آخر سنة طالب يعني فكرة وكله من الكتاب، إذا جابوا له خارج من الكتاب لو يعني غير رقم راح يغير كل فكرة يغيره، وهم خطية الطالب دا يتعب. يعني طلابنا عليهم ضغط كلش. ومعنا أحد أولياء الأمور من بابل. محمد أرحب بك، ما هي يعني الصعوبة التي واجهها الطلاب في هذا الامتحان، امتحان مادة الرياضيات؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بكم. قناتكم
الموقرة اللي وصل توصيل صوتنا للجهات المسؤولة. أستاذ العزيز احنا اولياء الامور يعني قاعد نعاني كلش هواية. يعني ما ادري وزير التربية نايم قاعد ما يدري قاعد يصير بهاي المحافظات الفرات الاوساط. انا حاكيك من بابل وهو نجف كذلك وكربلة. يعني انتم صار لكم 23 سنة يعني 23 سنة اذا يوم يوم هم كان يعني سويتوا قاعات امتحانية. يعني بشرفكم خلي يسمع من اللي يسمع رئيس الوزراء خلي يسمع يعني والله ما ادري اكو واحد بنص الامتحان يعني بنص قاعة امتحان يعني ولدي بقاعة امتحانية اروح اجيب لهم مي اشتري لهم والله وقف باب المدرسة او باب القاعة اوزع لهم هاي وحدة. مبردات ماكو يعني الله الناشد والله مدير المدرسة استاذ امروتك دول طلابك هاي بدأنا من الطريق يعني شوف استاذ المشكلة وين المركز المحافظة اكو يجيبون من الاقضية والنواحي مركز المحافظة او مركز القضاء. يعني مركز القضاء انت ما تقدر تجيب لك يعني ما تقدر توفر لك مدارس قاعات امتحانية يعني 100 200 هن كل 20 قاعة 30 قاعة يعني مبردة ماكو مي والله العظيم المشرفين خفضوا للعلقاء ما كل امتحانية اللي يسعوا مراقبين يجيب لك وين الصبح يجيب لك صندوقين ثلاثة ويقول له شو دعوة تشرب مي هواي. أنا حاكيك الله شاهد بالله هذا الحكي وبعد الجو حار وعند امتحان ليش ما يشرب مي. نعم استاذي يقول له ما أدري يعني راح أتخبل والله ابني يقول لي بابا أريد أشرب مي ثلاث كلاسات. يقول له شو دعوة أنت وين. قال يا باني الجو حار النوب الامتحانات الكهرباء هسه هاليومين يعني الخميس انا حاكيك عشان عندنا عندهم امتحان رياضيات والله واقفين باب يعني بالباب واقفين مال الامتحان لان انا هو بالمركز مال القضاء او احنا بعيدين 15 كيلو لان بالمحاويل وناقلين المركز ماله لغير مكان وهاي بعد ما ادري واقفين واقفين السيارات وكنا ناخذ ولدنا وهاي. قلت له هاي يقول شو مي هم ما اعطوني. قلت له ليش. يقول ان شاء الله توصل رسالتكم اخي محمد وان شاء الله كل التوفيق للطلبة اللي يمتحنون. أنا اشكرك وصلنا الى نهاية هذه الحلقة اعزائي المشاهدين شكرا لكم والى اللقاء بإذن الله.